اهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. يعني مبادره بيئيه جديده واضافيه، شو اللي بيميزها؟ خبرنا عنها لو سمحت. صحيح. ليف لاف هي مؤسسه بلشت من سنه 2012 وعندها عده نشاطات. من خلال سنة 2015 شهدنا ببيروت كارثة الزبالة اللي صارت بكل الشوارع، وصارت العالم ما تعرف شو بدنا نعمل بكل الزبالة المكبوبة على الطرقات وشو بدنا نساوي بهذيك الوقت. ففكرنا شو بلشنا نحكي ونفكر أكثر شو المشكلة الزبالة بلبنان. هل هي الزبالة على الطرقات ولا توعية؟ فكانت فكرة، طلعنا بفكرة انه الحل الوحيد لتخفيف الزبالة بلبنان هو الفرز حد المصدر. لنقدر نشجع الاشخاص يلي يفرزوا حد المصدر، قدرنا نعمل موبايل ابلكيشن، تطبيق. هذا التطبيق يلي اسمه ليف لاف ريسايكل. بالعالم بيقدروا يفوتوا على هذا التطبيق، والسنة ربح اكبر يعني جائزة البيئية of the year، يعني Green Project of the Year ربح ب 5 ديسمبر. هذا التطبيق هو سهل، العالم تقدر تفوت على عدة حيل، إذا كان هو أندرويد ولا أي أو إس بيقدروا ينزلوا هذا التطبيق. بينزلوا بطريقة كتير سهلة، بدخلوا كل المعلومات تاعيتهم، بيطلبوا كأنه عم بيطلبوا أي طلبية إجرة أو تاكسي بنفس الفكرة. بيوصل لعندهم الزبالة مفروزة، بيجي شخص بيخدها من عندهم خلال 20 دقيقة وبطريقة مجانية. حلو كتير. إذن بدنا نذكر أن أنتم بتستخدموا الدراجات الكهربائية، قرابة 60 دراجة لأخذ النفايات وفرزها من المصدر. هذه الخدمة هي فقط لسكان مدينة بيروت، فماذا عن سكان المناطق الأخرى والمحافظات الأخرى؟ يعني احنا بنعرف بطرابلس في عنا جبل من النفايات بحاجة للمعالجة. صحيح. في كتير مناطق عم بتعاني من نفس المشكلة. صحيح. هذا التطبيق بعده بطوره الأول، بالسنة الأولى اللي عم ينطلق هذا التطبيق. وقررنا أنه نشوف أنه نحد أول مرحلة بطريقة تجريبية بقلب العاصمة بيروت يلي هي بقلب اكتظاظ سكاني، نشوف كيف معقول الأشخاص تكون عم تتفاعل مع هذا التطبيق. هل حيكون عم ينزلوه؟ هل حيكون عم يستخدم؟ ومن بعدها حيكون عم يتطور على صعيد كل لبنان. ما بعرف إذا فهمت منك صح، ولكن حدا من الجمعية عم يجي ياخد النفايات ويتم فرزها خارج المنزل يعني من قبلكم؟ صحيح. سو كيف بتصير؟ طب لما منعلم البيت المنزل؟ صحيح. مشان على المدى الطويل. صحيح. كيف هي بتصير العملية؟ أول شيء عملنا حملة توعوية على السوشيال ميديا، على وسائل التواصل الاجتماعي، بطريقة أنه لازم يكون الفرز خلال المصدر. شو يعني الفرز خلال المصدر؟ يعني بقلب البيت. نعم. منقول للأشخاص أنه لازم يفرزوا الزبالة تعيتهم على طريقين، كيس للفيات اليومية اللي هن الأكل وكل هالقصص، وكيس لمواد إعادة التدوير يلي هي معقولة تكون ورق كرتون وبلاستيك. بالوقت الحالي بنحطوا بكيسان بقلب البيت، بعد ما يكون بينزلوا التطبيق بيعملوا طلب خلال 20 دقيقة، بيوصل لعندهم الدرايفر، وهيدا الشخص بياخذ من عندهم الكيس ريسايكبل، يعني المواد الحاد للتدوير، بياخذهم بطريقة مجانية مرتين خلال الشهر، وبيجي بياخذهم وبيروحوا على موقع بيرجعوا بيجمعوا كل من منطقة معينة، بيرجع بيروحوا على مكان التدوير. نعم. طيب انتم هذه المبادره اتت لانه الدوله فشلت بان من 2015 انها تحل ازمه النفايات بلبنان واعاده تدويرها وفرزها، ولكن هل هنالك تعاون مع اي من الجهات الرسميه لتطوير هذه المبادره ربما، ولا تبقى هي مبادره من مجتمع مدني، جمعيه مجتمع مدني؟ هلا في الوقت الحالي بلشت، بعد ما بلشنا نلاقي نجاح للمشروع ولهيدا التطبيق، في عده جهات بلشت تتواصل معنا. حلو. وتقول انه كيف فينا نساعدكم ليكون هيدا التطوير بطريقه بناءه اكثر ويوصل لاكثر عدد اشخاص. بالوقت الحالي بعده هو المشروع ممول لهيدا المشروع من عده اعضاء مانحه، افراد، وعم نقدر نشتغل على هيدا الموضوع لنقدر نكبره بيقلوا على صعيد بيروت وبعدين ننتشر على صعيد لبنان. حلو. نعم. هذا على صعيد ليف لاف ريسايكل. بعرف انه بالنسبه لفتره الاعياد المقبله ايضا عم تحضروا لمبادره جديده. صحيح. شو هي؟
مثل ما قلت او عرفت اول شيء انه مؤسسه او جمعيه ليف لاف يلي هي عندها عده مبادرات، في عندنا مبادره اللي هو تقريبا على صعيد شهري بنعمل مبادره تطوعيه ان كانت بيئيه ولا كانت اجتماعيه ولا كانت ثقافيه، بيكون هيدا التطوع محطوط على هيدا النشاط وخلاله لهيدا التطبيق بيكونوا على موقع اسمه ليف لاف فولنتير، بيقدروا الاشخاص يفوتوا على هيدا الموقع ويكون يسجلوا الافكار ويشوفوا شو عم بيكون عم بيصير. خلال الاعياد بنكون كمان بنفس الوقت عم بيكون في عده نشاطات ثانيه عم بتصير يلي هي اذا كانت ثقافيه ولا اجتماعيه على الدوام، فكل على القليله كل شهر في عندنا نشاط عم بيكون عم بيصير. حلو كثير، يعني انتم عم تواكبوا كل المناسبات. صحيح. طيب بس للناس اللي عم يتساءلوا عن الدراجات الكهربائيه اللي عم يستعملوها، ما الهدف منها؟ يعني ليه ما عم بتكون ربما دراجات غير كهربائيه؟ هل هنالك هدف ربما او رساله بيئيه ايضا؟ صحيح، اول ما بلشنا بالفكره فكره التلوث بشكل عام فكرنا اياها بطريقه كامله. هل احنا بدنا نكون انه موتورسايكل يلي او الدراجه الناريه يلي هي بتكون عم بتلوث وعم بتاثر؟ لا، خلينا نستخدم الدراجه الالكترونيه او الكهربائيه يلي عم بتكون عم تشتغل يلي هي معقوله تكون اثر التلوث تعولها اقل، فهيدا كمان رساله بيئيه. كمان في عنا عده امور اللي فكرنا فيها خلال انه كيف معقول يكون، ليش دراجه ما يكون كاميون او ما يكون سياره؟ لانه الاحياء ببيروت هي ضيقه وصغيره، فيمكن كمان ما ناثر على العجقه وكمان على الصوت وكل هول التفاصيل البيئيه يلي معقول تكون عم بتادي، بدل ما يكون عم يكون بشكل ايجابي يكون عم نعمل قصص سلبية. يعني نعم. حلو كتير حقيقة. قد ايه بتعتقد انه اليوم مبادرتكم ومثل ما كنا انطلقنا باول الفقرة في كتير مبادرات بيئية وسط غياب حل شامل لمسألة النفايات، قد ايه بتعتقد انه فعاليتكم اليوم هي فعلا عملية أكثر مما انها فقط توعوية؟ صحيح. نحن التقلنا من مرحلة التوعوي لمرحلة التطبيق. وأهم شيء يلي عم نقدر ولكن نقول، ولكن اليوم عم تشتغلوا بدون تنسيق مع جمعيات كثير بيئية أخرى عم تقوم بمهام مشابهة أو مختلفة نوعا ما، ولكن كلها ضمن مشكلة النفايات. صحيح. نحن عم نقدم خدمة مجانية لكل الأشخاص يلي من سكان بيروت بالوقت الحالي يلي عم يقدروا يستفيدوا منها، بنقول الارقام هي بتحكي لحالها، يلي كم شخص بيقدر يكون عم بينزل هيدا التطبيق وكم شخص بيقدر يستخدمه خلال الشهر. بالمبدا يعني من الارقام المبدئيه اللي كنا موجهين عليها في فوق ال 1000 شخص بيستخدم هيدا التطبيق شهريا. حلو، على امل يعني انه يزيد اعداد الناس اللي عم يستخدموا هذا التطبيق وتتعمم هذه التجربه على كل المناطق اللبنانيه. مؤسس مبادره ليف لاف ريسايكل عباس السباعي، شكرا جزيلا. شكرا لك. مشاهدينا سنذهب واياكم الى فاصل، نتابع بعده باقي فقرات صباح النور، فتابعونا.